تشجيعا للبحث العلمي كرمت جامعة البعث عددا من باحثيها ممن سجلوا براءات اختراع ونشروا أبحاثهم في مجلات محكمة وقواعد بيانات عالمية ساهمت في رفع تصنيف الجامعة عالميا وذلك على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بالجامعة. جامعة البعث في خطتها الاستراتيجية هو التميز في التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بتصنيف الجامعة إلى مستوى الجامعات العالمية. كرمت باحثيها الذين نشروا في مجلات علمية محكمة عالميا سكوبس Q1 Q2 Q3 و Q4، بالإضافة إلى تكريم الذين حصلوا على جوائز بالإبداع والاختراع. نشرت بحث علمي بعنوان تحرر الجراثيم المعزولة من قرحات القدم السكري ودراسة حساسيتها للصادات سوريا بنشرة العلوم الصيدلية جامعة أسيوط المفهرسة ضمن الربع الرابع Q4 من مستوعبات سكوباس والعديد من الفهارس العالمية مثل جوجل سكولر وغيرها. تكرمنا اليوم على براءات اختراع أخذناها بخصوص تطوير مستحضر صيدلاني جديد، الهدف انه الحقيقه علاج امراض العظام والمفاصل مثل الديسك مثل الاصابات الرياضيه. بحثي بيحكي عن تقييم جوده مستحضرات الجينكو بلوبا المسوقه في سوريا، طبعا هذا البحث تنبع اهميته انه بيقدم اداه بتساعد الصناعات الصيدلانيه والمعامل الدوائيه بتطوير الصناعات، فهو بيقدم كثير ادوات سهله وسريعه لحتى تساعد المعامل على اختصار طريقه العمل بصناعه المستحضرات الدوائيه العشبيه. ياتي التكريم في إطار دعم الباحثين والمخترعين السوريين في الجامعات السورية لما يشكلونه من رافد هام لسوق العمل من شأنه الدفع بمسيرة التطور العلمي والاقتصادي في سوريا. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص.